صباح الخير طلاب. اليوم عندكم شرح محاضرة الـ pH meter اللي هي راح تكون كأنما إعادة للمرة الثانية، لأن إحنا شارحيها سابقا بالكلاس، لكن أكو طلاب دخلوا ومتأخر الكلاس، فنزولا عند رغبتكم راح نعيد شرحها مرة أخرى. جهاز الـ pH meter، أول شريحة عندكم حاطين صورة للجهاز المستخدم عندنا بالمختبر. خلي أجي أوضح لكم شوية هالأجزاء بالبداية هي شنو. أول شي تشوفون عندكم الجهاز الرئيسي مالتنا اللي إحنا نصيح له sensitive device، اللي هو يحتوينا على display. display يعني شاشة العرض، يعني القيمة اللي أنا أقيسها بresolution معين حتطلع القيمة شقد. مثلا إذا دخلت في solution هو كان قياس pH مالته 7 أو 8 أو 5، anyway فحتطلع لي على الديسبلاي، حيتم العرض مالتها على الشاشة. هذا الجهاز اللي بيه الديسبلاي احنا نصيح له sensitive device، يعني جهاز حساس. ايضا تلاحظون عندنا هنا كلمة الكيبورد، او هو عبارة عن مجموعة من المفاتيح مربوطة ايضا بهذا الجهاز. كل مفتاح له شغل معين، مثلا اكو مفتاح الكالبريشن اللي هو المعايرة، او اكو مفتاح الاون والاوف، عندنا مفتاح الميجرمنت او القياس. اوكي، عندنا هنا ايضا بالجهاز اكو ذراع مرتبط مكتوب عليه الكترود هولدنج ارم، يعني الذراع الحامل اللي هي الالكترود. الالكترود هو اللي تشوفوه، هذا الجهاز اللي موجود بداخل البيكر، وتشوفون اكو بيكر واكو سوليوشن. الجهاز اللي يقيس او اللي موجود بداخل السوليوشن هذا هو الالكترود. عندنا الجلاس سبالب الكترود اللي هو هذا الالكترود المفرد، وعندنا الكومبينيشن الكترود اللي هو اذا كان الالكترود يحتوينا على الجلاس سبالب الكترود وعلى الريفرنس الكترود، مجموعات او موجودات في نفس المكان يعني بنفس التيوبة، فنصيح لكومبينيشن الكترود. هاي مجرد صورة توضيحية للجهاز حتى لما اجي اشرح المحاضرة يكون عندكم علم عن شنو دا احكي. نبلش الانترودكشن يعني المقدمة. The pH is defined as the negative value of the logarithm to the base 10 of the hydrogen ion concentration. دي عرف لي شنو تعريف الـ pH. انتبهوا، تعريف الـ pH وليس الـ pH meter. يعني ما دي عرف لي جهاز الـ pH، وإنما دي عرف لي شنو هو الـ pH. دي يقول لي الـ pH يعرف على أنه القيمة السالبة للوغاريتم للأساس 10 من تركيز أيونات الهيدروجين، ومحول الكلام الفوق محول إلى معادلة رياضية أو إلى صيغة رياضية أنه الـ pH يساوي ناقص لوغاريتم الأساس 10 لتركيز أيونات الهيدروجين. أوكي، عندنا هنا مجموعة من المحاليل. عندنا الـ pH for the water يساوي 7، while الـ pH for acid solution less than 7، while alkaline solution has pH greater than 7. دي يوضح لنا انه الـ pH للمحلول المتعادل اللي هو مثله بالماء يساوي 7، بينما الـ pH للمحلول الحامضي اللي هو acid solution يعني محلول حامضي اقل من 7 less than 7، بينما الـ pH للمحلول القاعدي اللي هو alkaline greater than 7 اعلى من 7. يعني احنا ممكن اذا جبناه بسؤال او باختيارات راح تكونوا انتوا فاهمين، يعني اذا جبت اختيار وقلت مثلا الـ pH للمحلول الـ pH for the acid solution يساوي فراغ، ونضيت مثلا مجموعة من الاختيارات، ممكن اني اقول لك اما من ضمن الاختيارات less than 7، فانت حتعرف انه اني تقصد الـ acid solution، او ممكن اوريدي انطيك رقم اقل من 7 يعني رقم عادي مثلا 6 او 5. اوكي، فانت حتشوف منو اللي اقل من 7 هو الحامضي، والاعلى هو القاعدي، واللي يساوي 7 هو متعادل. The most accurate measurement of the pH is made with a pH meter. The pH meter is more commonly used in the clinical laboratory to measure. شوفوا هنا دي عرف لنا بآخر ثلاث أسطر دي عرف لنا شنو هو جهاز الـ pH meter وليس الـ pH. أول أسطر هي تعريف للـ pH، آخر ثلاث أسطر هي تعريف للـ pH meter. دي يقول لي هو الجهاز اللي من خلاله أنا أقدر أقيس القيمة الدقيقة للـ pH أو لتركيز إيونات الهيدروجين بالمحلول المعين، وهو الجهاز اللي نستخدمه بالمختبرات الطبية. عندنا هسه الـ basic part. الـ basic part يعني الأجزاء الرئيسية أو الأساسية لجهاز الـ pH meter.
The pH meter consists of the three basic parts. The pH meter يتألف لي من ثلاث أجزاء رئيسية. أولاً a glass bulb electrode. الإلكترود الزجاجي contain a solution of the certain fixed pH or hydrogen ion concentration. الإلكترود الزجاجي اللي يحتوينا على solution أو محلول، هذا المحلول يكون قيمة الـ pH مالته ثابتة أو يحتوينا على تركيز ثابت ومعين من أيونات الهيدروجين. وعندنا الجزء الثاني اللي هو اللي الرفرنس إلكترود، which is usually a Calomel إلكترود. رفرنس إلكترود هذا هو إلكترود آخر يكون مساعد للجلاسز بولب إلكترود، بحيث أنه يتم التحسس الصحيح لأيونات الهيدروجين الموجودة بالمحلول. وعندنا ثالثا هو sensitive meter or measure device، اللي هي اللوحة أو الجهاز اللي قلنا موجود بيها لوحة العرض أو موجود بيها الديسبلاي، هاي نصيح لها sensitive device. واضح؟ هسه احنا عندنا ثلاث أجزاء وواضحات قبالكم، وأيضا هذه الصورة واضحة قبالكم دا توضح لنا sensitive device اللي هي بيها الديسبلاي أو بيها شاشة العرض وبيها أيضا لوحات المفاتيح. وعندنا glasses bulb electrode والreference electrode. عندنا البرنسبل. البرنسبل يعني أساس الشغل أو شلون أنا راح أشتغل بهذا الجهاز مالتي أو على أي أساس يتم القياس ويتم القراءة. البرنسبل الإلكترود potential is produced between them that depended on the hydrogen ion concentration of the solution compared to the fixed concentration of the solution compared to the glasses pulp. يعني دي يقول لي إنه الإلكترود مالتي حتى يطلع لي قراءة أو حتى يقدر يتحسس للتغيرات بأيون الهيدروجين بالسوليوشن اللي أنا أريد أقيسه، أساس الشغل هو راح يكون comparatment، يعني مقارنة. المقارنة ما بين أتمن، ما بين fixed concentration of the hydrogen، ما بين تركيز أيونات الهيدروجين الثابتة اللي موجودة بالإلكترود، وما بين أيونات الهيدروجين اللي موجودة بالسوليوشن المجهول. أوكي، يعني أني حل أشرح لكم إياها يعني أفهم لكم إياها بصورة أكثر وضوح. أنا عندي سوليوشن أجي أدخل بيه الإلكترود مالتي. الإلكترود قلنا إحنا بيتيوبة، هالي تيوبة بيها سوليوشن معين وثابت من تركيز أيونات الهيدروجين. من أدخل الإلكترود راح يصير مثل التحسس بمساعدة الرفرنس إلكترود، راح يصير تحسس لأيونات الهيدروجين الموجودة. شلون يصير تحسس؟ من خلال المقارنة ما بين التركيز الثابت اللي موجود بالجلاسس إلكترود اللي احنا قلنا معروف البي اتش مالته، وما بين البي اتش للسوليوشن المجهول. هذا التحسس بمساعدة الرفرنس إلكترود راح ينطي إعاز للسنسيتيف ديفايس وتعرض لنا القيمة على الشاشة. This potential was is the proportion to the hydrogen ion concentration of the test solution is measured with aid of the reference electrode. مثل ما قلنا انه حيصير هذا التحسس بمساعدة الرفرنس الكترود. اذا جبنا السؤال وقلنا شنو البرنسبل، راح يكون الجواب عندكم من الكترود بوتنشيال لحد كلمة رفرنس الكترود. واضح؟ The potential of the pH electrode, the glasses of the pulp electrode and is measured by the mean of a meter. The meter in an electronic voltmeter that measure millivolt. هنا دا ينطينا وحدة القياس مالت البي اتش مالتنا، مجرد الاطلاع ما مطلوبة من عندكم بداخل موضوع الرفرنس. ايضا هنا دا ينطينا ممكن انه بعض القياسات التم اما نعتمد السبعة هو للمتعادل، والاعلى من سبعة هو للمحلول القاعدي، والاقل من سبعة هو للمحلول الحامضي، او ممكن نعتمد انه من الصفر للأربعتاعشر على انه تكون قيمة الصفر هي للمحلول للمحلول المتعادل. يعني اذا الصفر حتقابل السبعة على القياسات مالتنا، احنا غالبا نعتمد انه السبعة هي للمحلول المتعادل، واللي أعلى من سبعة هي للمحلول القاعدي، واللي أقل من سبعة هي للمحلول الحامضي. ونرجع ونقول وحدة القياس هنا أنا ماخذيها الملي فولت. عندكم هنا هاي ملاحظة مهمة اللي هي تعريف When the glasses pulp and reference electrode are housed together the resulting unit is called combination electrode. قبل شوية مر عندكم مصطلح الكومبينيشن إلكترود بالصورة الأولى بالشريحة الأولى، هذا تعريفه. دي يقول لي when the glasses pulp، يعني لما الإلكترود الزجاجي مالتنا the reference إلكترود والإلكترود الرفرنس أو الإلكترود الحساس
our house together. اثنيناتهم موجودين سوا بنفس اليوتيوب او بنفس المكان. النتيجة راح ينتج لنا الكترود. انصح لكم combination الكترود. اوكي combination هنا معناته المتجمع او الجامع او يعني فتشي موجود سوا. واضح؟ هذا مهم عندكم. The glasses electrode is manufacturing by sewing a thin pH sensitive glass tip to the end of a heavy wall glass tubing. الزجاج اللي مصنوع من عند الجلاسز الكترود هو كلش حساس. القمة مالته تب يعني قمة. القمة مالته الزجاج مالته يكون حساس لتركيز ايونات الهيدروجين. The type of the thin glasses is important resistance to the pulp is filled with solution of HCl يعني كلوريد الهيدروجين that is saturated with the silver chloride. مثل ما احنا قلنا قبل شوي انه الالكترود مالتنا راح يحتوي على محلول معلوم البي اتش او معلوم تركيز ايونات الهيدروجين. فهنا بدي اوضح لنا انه هذا المحلول هو عبارة عن كلوريد الهيدروجين اللي يكون مشبع بكلوريد السيلفر. A silver wire is emerging in solution and is connected via external lead to one terminal of the potential measure device. دي يقول لنا انه هذا الالكترود الزجاجي مالتنا راح يكون مربوط اللي احنا نحطه immersion يعني نغطسه او نضعه بداخل المحلول اللي نريد نقيس القيمة مالته وراح يتم التحسس. وهذا ايضا يكون مربوط بالميجر ديفايس او بالسنسيتيف ديفايس حتى تنعرض النتيجة على اللوحة الزجاجية اللي موجودة. The calomel electrode يعني reference electrode. The calomel electrode is connected to other terminal. In fact, it is the membrane at the tip of the electrode that respond to the pH change. من خلال الكالوميل الكترود اللي هو نفس الرفرنس الكترود هو اللي راح يساعدنا الجلاسس بولب الكترود انه يتحسس لي التغيير بقيمة البي اتش مالتنا. ايضا هاي الاطلاع هذه الشريحة ايضا للاطلاع لانه ما مطالبين به يعني بس مجرد نوضح المحلول اللي موجود بداخل الالكترود هو شنو شنو مكوناته. المطالبين به بالبرنسبل فقط المقطع اللي حددت لكم اياه. عندنا هسه الفاكتورز افكتنج ذا بي اتش ميجرمنت يعني العوامل اللي تاثر لي على قياس البي اتش او على قيمه البي اتش اللي انا اقيسها. اولا ذا مولر كونستريشن اوف ذا هيدروجين ايون تركيز المولار لتركيز ايونات الهيدروجين. طبعا هذا العامل الرئيسي يعني احنا اساسا بدنا نقيس ايونات الهيدروجين. ثانيا تمبريتشر يعني درجه الحراره. ثالثا ذا ديس اسوشيشن كونستانت اوف ذا اسيد ثابت تفكك الحامضي. اوكي عندنا ثلاث عوامل التركيز المولاري لايونات الهيدروجين والحراره وثابت تفكك الحامض. نجي هسه على اهم موضوع بالمحاضره اللي هو calibration or standardization of the pH meter يعني شنو يعني معايره او موازنه جهاز البي اتش ميتر مالتنا. قبل ما ندخل بالموضوع احنا شرحنا اجهزتنا السابقة. تذكرون مثلا الجهاز السنترفيوج على سبيل المثال ايش قلنا؟ قلنا انه احنا حتى نقدر نقيس او حتى نشتغل بجهاز السنترفيوج لازم عندنا موازنة. موازنتنا شلون تكون؟ انه انا اذا استخدمت تيوبة معينة لازم احط مقابلها تيوبة مشابهة لها بالشكل ومساوية لها بالحجم ومساوية بقيمة السوليوشن اللي انا دا استخدمها. ليش؟ حتى يصير توازن حتى يقدر يشتغل الجهاز. وإذا عندنا تيوبتين هم لازم نحط بالمقابل إلها تيوبتين أخرى. جهاز البي اتش ميتر نفس الشيء لازم إحنا نسوي له معايرة أو نسوي له موازنة. هاي الموازنة شلون راح تتم؟ This is done by immersion the electrode in the buffer solution of the no pH at a particular temperature and then adjust the instrument with the calibration knob to the correct value. يقول لي هاي الموازنة راح تتم من خلال تغطيس immersion يعني تغطيس أو وضع مثل ما قلنا يعني فتشي محلول نجي نحط بيه الإلكترود نغطسه. هاي المعنى مالتها من خلال تغطيس الإلكترود مالتنا ببوفر سوليوشن بمحلول بوفري يكون معروف قيمة البي اتش وبدرجة حرارة منتظمة. وبعدين نضغط على كلمة الكاليبريشن أو المعايرة اللي هي موجودة بلوحات المفاتيح بالسنسيتيف ديفايس
حتى تظهر لنا على الشاشة الكوركت فاليو، تظهر لنا القيمة الصحيحة، يا قيمة القيمة البفر اللي أنا دا أقيسه. يعني مثلا إذا أنا حاطة الإلكترود ببفر سوليوشن قيمته 7، أجي أضغط على كلمة الكالبريشن لازم أنتظر إلى أن قيمة البي إش على الشاشة تظهر لي رقم 7، معناتها الجهاز دي يصير له ستاندرايزيشن أو دي يصير له كالبريشن معايرة. أوكي، طبعا انا حاطت لكم فيديو توضيحي يشرح شلون الواحد يستخدم الجهاز وشلون يسوي له كالبريشن او معايره. هنا عندنا راح تظهر لكم الخطوات اللي توضح الكالبريشن او المعايره، كل خطوه وجواها صوره توضح اللي دا احكي. بمحاضره البي دي اف اللي موجوده عندكم بالكلاس روم موجود كل خطوه وجواها شرح او ممكن فوقها شرح بالإضافة للصورة. الشرح ما مطلوب من عندكم، حاطته بس حتى يزيد التوضيح للمحاضرة عندكم. المطلوب من عندكم للامتحان فقط الباوربوينت، يعني فقط هاي النقاط، فقط تعداد، ما مطلوب من عندكم شرح. فعندنا أول نقطة بالكالبريشن هي تيورين on your pH meter، يعني شغل الجهاز مالتك. تشوفون الجهاز دندوس الأون مالته حتى نشغله. النقطة الثانية clean your electrode، نظف الالكترود مالتك. أخذ الالكترود مالت الجهاز دي ينظفه ودي يمسحه. شلون طبعا ينظفه؟ ينظفه بالديستل ووتر وينشفه بورق نشاف خاص، مو ورق عادي ولا كلينكس عادي، وبكل رفق يعني بهدوء كلش، لأنه قلنا بزجاج وزجاج مالته كلش حساس فممكن يتأثر إذا احنا ندعكه بصورة قوية، لذلك يستخدمون ورق نشاف غالبا يشبه الورق مالت السلايدات اللي ننظف بيه السلايدات او ننظف بيه عدسة المجهر حتى ما تتأثر المادة الزجاجية اللي مصنوع من عندها. وراها عندنا prepare your power، يعني حضر الباورات مالتك، حضر الباور سوليوشن. prepare يعني حضر. شايفين قبالكم 3 محاليل من الباور، 1 قيمته 7 اللي هو المحلول المتعادل، وقيمته 4 اللي هو المحلول الحامضي، والقيمة 10 اللي هو المحلول القاعدي. طبعا هذا كيت خاص، يعني كيت يشتروه موجود بسوليوشنات، أما تكون على شكل موجودة بتشيس يعني ويفتحوه ممكن يحطوا يفرغوا بعلب معينة، أو ممكن يجي أساسا على شكل هالشكل علب. عندنا هاي الملاحظة your first power should be natural meaning it has a pH of 7. Your second power will either have pH of 4 for an acid sample or 9 for basic sample. يعني شنو الملاحظة هاي؟ يقول لي أنت لما تريد تسوي معايرة أول solution لازم تستخدمه هو solution إن يكون محلول متعادل قيمته 7، والمحلول الثاني أما يكون حامضي إذا كانت العينة مالتك حامضية، أو يكون قاعدي إذا كانت العينة مالتك قاعدية، يعني بالاعتماد على العينة مالتنا. نجي النقطة الرابعة والخطوة الرابعة، ورا ما حضرنا البابرات شغلنا الجهاز غسلنا الإلكترود ونشفنا حضرنا البابرات، نجي هنا place your electrode in the power with pH value of 7 and begin reading. قلنا احنا اول محلول نستخدم بالمعايرة هو المتعادل، فهنا حاطنا الإلكترود مالتنا بالمحلول اللي قيمته 7 وطالعنا القيمة الفوق. ورا ما كملنا القيمة وطلعت 7، رينز يور الكترود والديستل ووتر، اغسل الالكترود مالتك بالديستل ووتر وايضا نشفه. اوكي، خلوها ببالكم قبل كل استخدام، يعني قبل ما ادخل الالكترود باي سوليوشن انا لازم اغسله بالديستل ووتر وانشفه، وورا ما اكمل واقيس هم لازم اغسله بالديستل ووتر وانشفه. نجي الخطوة الوراها place your electrode in the appropriate buffer for your sample and begin reading. لاحظوا دي يقول appropriate power، يعني ورا ما احنا قسنا بالباور اللي قيمته 7 هنا انا راح ادخل بالappropriate power، يعني بالباور المناسب حسب العينة مالتي. قلنا اذا العينة حامضية اني معناتها السولوشن الثاني حيكون 4، اذا العينة قاعدية حيكون السولوشن مالتي اعلى من 7 فمعناتها ممكن 9 ممكن 10 المهم اعلى من 7. فهنا انا ما اخذ هو الظاهر يعني العينة مالتنا حامضية فمدخله بالباور اللي قيمته 4، وايضا ضغط على كلمه المجر اللي هي موجوده وين بالسنسيتيف ديفايس، قلنا بيه مجموعه من اللوحات منها الكالبريشن منها المجر منها الاون والاوف، فهنا انا ضغط عليها حتى تطلع لي القيمه 4
وراها أيضا قلنا ورا كل استخدام غسل رين زيور إلكترود غاسلها بالماء المقطر أيضا وأيضا النشفة. Once you are placed the electrode in the power, presses the measure or calibrates. أنت لما تحط الإلكترود مالتك بالبوفر سوليوشن بالمحلول اللي معلوم القيمة مالته، حتضغط على المفتاح اللي هو اسمه measurement يعني أما قياس أو calibrate يعني معايرة اللي موجودة قلنا بلوحة المفاتيح. هاي العملية جد تستغرق. It should take 1 to 2 minutes for the pH to stabilize. يعني أنا مو أحط الإلكترود بلمح البصر وأطلعه، لا لازم أنتظر تقريبا من 1 إلى 2 minutes حتى الجهاز يتحسس ويقرأ بصورة صحيحة إلى أن قيمة الـ pH يصير لها stabilization تثبت، إلى أن بعد نشوف ماكو تغيير بالرقم على الشاشة الشاشة العرض. يعني مثلا إحنا دا نحطه ودا نشوفه يقرأ وساعة يصعد ساعة ينزل، إحنا لازم ما نوخر هنا الإلكترود رأسا وإنما ننتظر إلى أن القيمة تثبت. Put into bigger reading the pH. At this time, set the pH meter to the value of the power pH by presses the measure potent again. بهاي الحالة احنا راح نقدر نقرأ القيمة الصحيحة مالتنا ورما ندخل الالكترود ونضغط على كلمة اما calibration او measurement وننتظر الوقت المحدد اللي ذكرناه قبل شوية حتى تثبت لنا النتيجة، وبهاي الحالة نقدر نسجل القيمة مالت solution. واضح؟ وراها place your electrode in your sample begin reading. هناك احنا سوينا المعايرة مالتنا، قلنا عندنا بفرات معينة نسوي بها المعايرة. هسه هنا كملنا المعايرة وطلعت عندنا sample معينة أرد أقيسها آني، فأجي أحط الالكترود ماتي بالعلبة مات السامبل، يعني مو كان علبة البفر، أجي ورا ما غسلته ونشفته أجي أحطه بالسامبل مالتنا، وأيضا قلنا ننتظر 2 minutes حتى تثبت النتيجة وأقرأها. وراها set your pH level، إنه أنت يقصد إنه أنت تضغط على كلمة المجرمنت ماتك مال اللي موجودة حتى تقيس ال pH للسامبل ماتك، وهنا ال pH تشوفوها طلع عندنا تقريبا 12، يعني معناتها ال pH مالت هذه المحلول هو قاعدي. وراها أيضا نكرر الخطوة اللي هي تكون دائما مرافقة هذا الموضوع اللي هي clean your electrode after use، إنه أنت تنظف الإلكترود مالتك بالماء المقطر وأيضا تنشفه. لهنا خلصت عندكم الكالبريشن، ما أتوقع بيها إشكال. عندكم ملاحظة هنا أنا ضرورية لكم، نرجع للشريحة هذه. احنا مو قلنا الـ pH مالتنا اول شيء حتى نسوي له معايرة الـ pH meter لازم استخدم الجهاز لازم استخدم السوليوشن اول واحد المتعادل اللي هو 7، وبعدين استخدم حامضي او قاعدي حسب نوع العينة. شباب اذا جبت لكم سؤال وقلت لكم how can calibration او standardization pH meter، تكتبوا لي ذن النقاط من نانا لحد ما توقفنا بالموضوع، تكتبوا ليها فقط تعداد. اوكي اذا قلت how can calibration او standardization pH meter، بس اذا قلت لكم how can calibration او standardization pH meter for measurement او for using with acid solution او alkaline solution او sample او ممكن كلمة solution، يعني دا احدد لكم نوع العينة اللي دا نريد نفحصها هي قاعدية او حامضية، فهنا انتو الشيء الوحيد اللي راح يختلف عندكم هي هاي النقطة، انه مو كان ما تقولوا لي place your electrode in the appropriate power، راح تقولوا لي حسب انا اذا مطتكم مثلا السامبل حامضي، يعني حاط لكم ملاحظة انه السامبل حامضي راح تقولوا لي نحطه in power with pH value less than 7. اوكي وفي حال أنا قلت لكم المحلول مالتكم اللي يريد نقيسه قاعدي، فأنتم مو كان كلمة appropriate راح تقولوا لي place your electrode in the power with pH value more than أو greater than 7. واضح؟ يعني إذا أنا ما محددة نوع العينة تكتبوا الخطوات مثل ما هي موجودة، إذا محددة نوع sample حامضي أو قاعدي لا حتغيروا لي بكلمة appropriate فقط. إذا كان حامضي مو كان كلمة appropriate تقولوا لي إنه الباور يكون أقل من 7، وإذا كان قاعد راح تقولوا لي أعلى من 7 وبس. خطوات جدا سهلة وكلش واضحة قبالكم وبالصور أيضا. عندنا آخر موضوع
اللي هو البروسيجر. البروسيجر يعني الشغل مالتنا مالت الجهاز، شنو ال شلون راح يتم. اول نقطة عندنا before the pH meter can be used to detect the pH of the unknown solution it must be standardization as explained above. دي يقول لي قبل ما انه احنا نجي نستخدم ال pH meter مالتنا ونجي نستخدمه حتى نقيس solution غير معلوم القيمة، لازم اني اسوي له standardization as explained above، مثل ما وضحنا فوق. واضح يعني شلون الخطوات اللي فوق كأنما احنا نعيدها. The pH electrode are fragile and should be treated accordingly according to the manufacturing direction about storage and activation should be followed carefully. In some cases the electrode are stored in the water, in other cases in saline or pulver. The pH electrode مالتنا هو احنا مثل ما قلنا قبل شوية مصنوع من زجاج يكون ناعم او thin. هنا ندي يقول لي fragile يعني هش، اوكي. لذلك يقول لي انه لازم نتعامل ويا احنا برفق ونتبع التعليمات مالت الجهه المصنعه. مانيفاكتشرنج يعني الجهه المصنعه، نتبع التعليمات مالتها يعني الليفلت او الكتالوج، مثل اي جهاز حنشتري بيه كتالوج ونمشي عليه. فهنا انا ايضا يقول لي لازم انت تتبع التعليمات اللي موجوده بحذر، خاصه من ناحيه خزن الجهاز. الخزن مو يقصد انه انا شلون احطه بباكيت، يعني مو يقصد انه انا اشيله واحطه بباكيت، لا. الخزن الالكترود الزجاجي هذا اللي موجود بالجهاز بنهايته، مو احنا قلنا اكو تيوب مثل التيوب الزجاجيه، هاي التيوب الزجاجيه من نكمل شغل ما تبقى سايبه هيك، يعني ما تبقى شيء حر، وانما اكو علبه صغيرونه، هاي العلبه نصيح لها ستوريج، يعني مكان الخزن مالته. هاي العلبه يكون ايضا بيها سوليوشن معين، هذا حسب نوع الجهاز او حسب الشركه المصنعه. هذا السوليوشن ممكن يكون ماء وحده، ممكن يكون سلاين يعني محلول ملحي، او ممكن يكون بافر. حسب طبعا علبة هي تصير شلون علبة القطرات، بحيث يعني ندخل بداخلها الالكترود مالتنا حتى انه نحمي الزجاجة مالتنا من الظروف الخارجية، ايضا انه نحافظ عليها انه ما تكون جافة. نقطة ثلاثة the unknown solution is placed in a clean dry glass beaker. المحلول مالتي اللي انا ارتقيس لقيمة البيتش اللي هو غير معروف اجي احطه ببيكر زجاجي مغسول ونظيف ومنشف. The electrode are immersion in the solution. الالكترود نجي ندخله بداخل البيكر and reading is take for the pH scale. وراها راح نتبع الخطوات ونقرأ قيمة البيتش مالتنا. Before and after use the electrode should be clean with distilled water and carefully dried. وقبل ما تستخدم الالكترود ورا ما تستخدمه انت لازم تغسل بالماء المقطر وتنشفه بالورقة النشافة الخاص بي. عندكم ملاحظة بالبروسيجر عيني طلاب، إذا جبت شن هو البروسيجر مالت الجهاز مالت البي اتش ميتر، أول نقطة مكتوب عندكم بين قوسين as explained above، اللي يكتب لي هاي العبارة أصفرة، لأن هو شنو هو as explained above، هاي أنا حاطته دا أقول لكم مثل ما سوينا فوق. أنت المطلوب من عندك إذا جبت البروسيجر معناته تشرح لي موضوعين، تشرح لي الكالبريشن والبروسيجر، يعني تكتب لي ورا هاي الكلمات it must be standardization، وتكتب لي الخطوات مال الستاندرايزيشن شن هي اللي قبل شوية أنا حكيتها التعداد، وتكمل لي هذا، ما تكتبوا لي as explained above. أوكي ممنوع يصفر، لأنه معناته فتشي مبهم. واضح لهنا خلصت محاضرتنا، إن شاء الله تكون واضحة عندكم، وأي سؤال عندكم موجود يعني كتبوه بالتعليقات عادي. أهم محاور المحاضرة هو شنو الفرق بين الـ pH وشنو الـ pH meter، المحلول الحامضي والقاعد والمتعادل اشكيت قيمته، الأجزاء الرئيسية للجهاز هي شن هي، الظروف اللي تأثر بيها هي شنو، وعدنا الكالبريشن أو الستاندرايزيشن، وعدكم البروسيجر، والبرنسبل هي فقط الكم سطر اللي أنا حطيتها، مو كلها مطلوبة من عدكم.